ولازلنا مع الذهابة، حيث أجبرت الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفي حافظ العيسى ترك فضاء الإعلام والاتجاه لمناجم الذهب عقب تردي الأوضاع ومعاناة الصحفيين المادية تحديدا. دعونا نتابع جانب من صوره ونقرأ لكم كيف تفاعل المغردون معه. في تعليق على صور الزميل كتب أمين هشام: الشغل ما عيب، ربنا يعينك ويغنيك من حاله عن حرامه، من حلاله عن حرامه ويصلح حال البلد. محمد الطاهر قال: هل تعلمون بأن رواتب معظم المذيعين بالقنوات الفضائية السودانية الشايف إنهم بالبدل ديل لا يتجاوز 20,000؟ صح كلامه. دابو قال: ربنا يهون إن شاء الله، الوضع في الوطن صعب جدا. محمد قال: حافظ صديق المعيسي مديري سابقا في قناة المريخ، إنسان محترم جدا ودائما يساعد المحتاجين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يفك كربه. دكتورة سنفورة قالت: عندي 5 من صحباتي سافروا السعودية عشان يشتغلوا هناك، في حين إنه البلد محتاجة كوادر، ومروة الدولية وعش الجبل راكبات آخر موديلات، والله الحاصل في البلد دي غضب إلهي.